فين يا دكتور وبقينا فين في, في فيروس سي تحديدا يعني انا بشوفها دي من يمكن من اكتر المبادرات انسانيه في الحقيقه لانه لما بشوف ناس كان عندها الفيروس ده وخفت منه تماما وفي قد ايه يعني الحمد لله ناس تعافت تماما والنهارده احنا كنا يمكن بنتكلم من من كام يوم مع دكتور محمد عطيه الدين وقال لنا انه يعني احنا احنا تقريبا عندنا صفر حالات فعايزين نعرف كنا فين الاول وبقينا فين النهارده. طيب احنا كنا بنتكلم على دوله مم. تقريبا 10% من سكانها مصابين بالفيروس مم. منهم 3% عندهم مضاعفات فيروس مم. منهم 1% بيصل لحالات الاستسقاء واللي بتوصل للمراحل المتاخره من الفشل الكبدي الكامل. مم. عمليات زراعه الكبد كان لا يمكن تتم بنفس المعدل خاصه ان زراعه الكبد في مريض فيروس سي ايجابي. مم. نسبه نجاحها مش هتبقى مرتفعه لان الفيروس كده كده موجود وهيعمل تليف في الكبد الجديد كمان م. فبالتالي كان لازم نوصل لمرحله العلاج قبل 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 المبادره دي تحديدا كان علاج فيروس سي عباره عن حقن م. بتتاخد اسبوعيا على 48 اسبوع ونسب نجاحها مش عاليه م. ومش عايز اقول لكم المضاعفات اللي كانت بتتم من خلال هذه الحقن كان شكلها ايه لحد ما ظهر للكون اسوفالدي او اول علاج فيروس سي على مستوى العالم وهنا تحركت الدوله المصريه بخطوه اراها الاجرأ في تاريخ هذا القطاع ربما منذ عقود طويله ان هو طالما في علاج ظهر في العالم فاحنا هنجيبه وهيتعالج بيه المصريين مجانا وهنقدر نوفره لكل المصريين نعم. وهنا حصل التحدي الأكبر للحكومة في الوقت ده والقيادة السياسية بشكل أساسي أن أنا هجيب الدواء ده وبدأت المفاوضات مع الشركات المنتجة في البداية وتم توفير العلاج مصر حصلت على علاج فيروس سي الاول في 1 من قيمته اللي كان بيتم تداولها في, في الاسواق العالميه في الاسواق العالميه وتم توفيره بالفعل مجاني وكان في التحدي الثاني بقى بصديق. عايزين حصر المرضى ها. وتقديم العلاج في دوله لا تمتلك منظومه الكترونيه للتسجيل الرقمي في مجال الصحه لك ان تتخيل التحدي شكله ايه <applause> انا عندي 100 مليون مواطن كانوا ساعتها 90 مليون مثلا عايز افحصهم بالكامل عشان اطلع وهنا بالمناسبه يعني بمناسبه حديث حضرتك عن التحدي الاكبر في عدم امتلاك يعني القدره التكنولوجيه بنشكر الشاب انا مش متذكر اسمه اللي قدر اللي هو يعمل الابلكيشن موبايل الخاص بالتسجيل لا هو 100 في 100% التسجيل تم او ما الموضوع في وزاره الصحه يعني كان في الدكتور محمد حساني نعم. مساعد الوزير لشؤون المبادرات وده راجل عمل مجهود جبار ما نقدرش ننكر مجهوده في هذه في هذا الملف تحديدا ثم بدات فكره الحصر المرضي عايز اقول لحضرتك ان لما تم المشروع او لما تم الاعلان عن المشروع ده في الاول ما حدش فينا كان متخيل ان هذه النتائج سوف تتم في هذا الوقت القصير قصير. انا احنا احنا الدوله المصريه تجربتها في القضاء على فيروس سي اصبحت رول موديل مم. اصبحت نموذج به عالميا يعني احنا دلوقتي اصبحنا موديل الناس كلها بتقول شوفوا دولة عملوا ايه عشان نعمل زيهم وده في حد في هذا الوقت لو تتذكر حضرتك احنا بنحارب الارهاب في سيناء احنا بنبني الدوله من اول وجديد احنا طالعين من ثورتين يعني طاحنتين بنبني مؤسسات الدوله بنبني بنعيد هيكله الدوله بنعمل حاجه اسمها الجمهوريه الجديده زي ما بنقول كلنا التحدي ما كانش سهل على الاطلاق ومع ذلك هذا التحدي نجح حاليا لو حضرتك بتساليني احنا فين دلوقتي صفر حالات دي طبعا ما عنديش معلومه مؤكده ولكن